سيد الرديني، مرحبا بك في حصاد هذه الليلة عبر الرشيد. يعني أسماء الكابينة الوزارية المتبقية تصل البرلمان، وجدل بشأن بعض الأسماء التي تدور حولها شبهات فساد. سؤالي هو كيف تقيم الأسماء من جهة، وما مدى إمكانية تمريرها من جهة أخرى؟ تفضل. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الاستضافة، والشكر موصول إلى مشاهدي قناتكم الكريمة. نعم، وصلت هذا اليوم الأسماء للوزارات السبعة الباقية من حكومة السيد الكاظمي إلى السيد رئيس مجلس النواب، ومن المؤمل أن تعرض على أعضاء مجلس النواب يوم السبت المقبل. سبعة أسماء، أعتقد جميع الأسماء هم من أبناء نفس الوزارات، باستثناء يعني إصرار الأخوة الكرد على تقديم السيد فؤاد حسين لوزارة الخارجية. أما باقي الوزارات الستة هم جميعهم أكاديميين ومن نفس يعني ومهنيين ومن نفس أبناء الوزارة، سواء النفط أو يعني الثقافة أو الزراعة. وحسب ما اطلعنا على سيفي يعني هذه الشخصيات، لكن رغم ذلك يعني ما تخلى من الجدل، خاصة وزارة الخارجية ووزارة النفط، بعد اشتداد يعني هنالك الكثير من أعضاء البرلمان الأخوة في يعني محافظة البصرة كانوا لديهم أكثر من رأي حول شخصية وزير النفط. هذا أيضا يضاف إلى يعني هذه المشكلة، مشكلة وزارة النفط. يعني أعتقد ما كان لازم من الأخوة أعضاء برلمان يعني في محافظة البصرة أن يتصدون لهذا الملف، وأن يجب أن يكون الشخص بصريا. أنا أعتقد ربما تركوا الموضوع إلى السيد رئيس الوزراء، كان أفضل ربما تكون هنالك شخصية مهنية. لكن سيد الرديني، هناك سيد الرديني هناك من يرى أن السيد الكاظمي حكمت عليه الكتل السياسية ولم تكن له الخيارات للوزارات الشاغرة. هل سنشهد ذات المشاكل السابقة في الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الآن، أم أن الكاظمي يعني وضعه مختلف حتى هذه اللحظة؟ أنا أعتقد يعني هذه الكابينة تختلف عن سابقاتها. نعم، الكثير هي من خيارات الكتل الحزبية والسياسية، ولا يمكن أن تمر يعني هذه الكابينة بدون موافقة الكتل السياسية. لذلك حرص السيد الكاظمي على أن تكون الكابينة هي برضا الأحزاب السياسية، لكن فيها من المهنية ومن الكفاءة ومن المعايير التي يريدها لتطبيق برنامجه الحكومي. وهذا ما حصل بالفعل، عندما ترى وزارة التعليم العالي، عندما ترى يعني وزارة المالية، عندما ترى يعني شخصيات مرموقة ومعروفة ولها باع طويل في هذا المجال. إذن كان هنالك تأثير واضح لشخص السيد الكاظمي على الكتل السياسية والحزبية في اختيار معايير تنطبق مع يعني معايير ما أرادت الكتل السياسية. وهذا هو حال يعني الأنظمة البرلمانية. لا يمكن، طالما اليوم نظامنا برلماني، وأن اليوم هنالك يعني أكو يعني مظاهرات وأكو كثير من الأصوات لا تريد من الشخصيات المتحزبة، لكن أعتقد في ظل هذه الظروف اللي يمر بها العراق، وفي ظل هذا المكونات اللي موجودة في العراق اللي تشكلت من عدة الحكومات منذ 2003 ولحد الآن، أعتقد من الصعب جدا اليوم أن نكون في استقلالية تامة، وإنما هذه الاستقلالية تحتاج لها عدة دورات حتى نتقن عملية الديمقراطية بشكل جيد، ويكون هنالك سطوة وحظوة للسيد رئيس الوزراء في الدورات القادمة. لكن لا بأس، اليوم العراق يمر في يعني أزمة اقتصادية وأزمة مالية وأزمة صحية. نحن في ائتلاف النصر كنا عازمين وداعمين إلى حكومة السيد الكاظمي بهذه التشكيلة، باعتبار اليوم هذه طيب سيد الرديني، يعني سيد الرديني، إذا كانت الكتل الملفات الشائكة ما تحتاج سيد الرديني لو سمحت لي العمل المضني والعمل الجدي. سيد الرديني هل تسمعني؟ يعني سيد الرديني هل تسمعني؟ نعم أسمعك. إذا كانت الكتل تتمسك بمرشحيها وكأن الوزارات غنيمة، كيف يمكن معالجة أزمات البلاد وتحسين واقع الاقتصاد؟ يعني هناك من يرى أن سعي الكتل السياسية يعني جاء للكسب المالي لا يزال على الرغم من كل الظروف الاستثنائية التي تحيط بالعراق.
السيد الكريم، نحن لا نختلف ان اللي الى هذه الساعه والى هذا اليوم الكتل السياسيه هي متمسكه بخياراتها وبمحاصصتها وباستحقاقاتها، وحتى هنالك الحديث حول بيع وشراء في المناصب السياديه والمدراء العامين وربما حتى يعني بعض الشخصيات الاخرى، هذا منتهين من عنده، هذا موجود ولا يمكن يعني عاقل ان ينكره. لكن نحن نتحدث اليوم عن واقع حال، اليوم لا يمكن أن تمرر الحكومة إلا من خلال تصويت البرلمان، والبرلمان جميعهم الأعضاء مرتبطين بكتل سياسية. أين المخرج يعني من هذه الأزمة؟ يجب أن يكون هنالك توافق بين الشخصيات التي يختارها رئيس الوزراء وبين الشخصيات التي ترشحها الكتل الحزبية للمرور لهذه المرحلة على أقل تقدير. لكن لماذا نحن اليوم نمر بهذه يعني الظروف الصعبة؟ كانت استقالة السيد عادل عبد المهدي على ضوء يعني ما جرى في الشارع العراقي منذ 11 ولحد الآن، وهي استقالة الحكومة وتغيير قانون الانتخابات وتغيير قانون المفوضية، وبالتالي نحن يعني نمد بصرنا وأيدينا إلى الانتخابات القادمة. هسه سواء كانت هذه الانتخابات يعني عاجلة سوف تكون أو ربما تكون ترجع إلى يعني إلى وضعها الطبيعي في 22، لكن في كل الأحوال يجب أن تكون هنالك انتخابات حرة نزيهة. إذا لم تكن هنالك انتخابات حرة نزيهة يعمل عليها السيد الكاظمي باعتباره شخصية مستقلة وجميل جدا وصلت داخل في حزب قبل هذه الفترة، الإعداد للمرحلة الانتخابات هي أهم من مهمة أخرى من مهمات الحكومة. طيب. لأن هو هذا ما يعتمد عليه اليوم أبناء الشعب العراقي ويعني الكتل السياسية كذلك اليوم. طيب ننتقل إلى ملف آخر سيد الربيع. العملية السياسية اليوم نحن نعول على انتخابات سواء مبكرة أو غير مبكرة، لكن طيب سيد الربيع، شرط أن تكون هذه الانتخابات انتخابات حرة عادلة وفق قانون الجديد وفق المفوضية الجديدة. طيب سيد الربيع، سيد الربيع لو سمحت لي، سيد الربيع، الانتخابات القادمة إذا ما بعثت رسائل اطمئنان للشعب العراقي وكانت هنالك مشاركة واسعة، أعتقد هي هذه وصلت الفكرة. الحكومة القادمة بعد الانتخابات هي من تغير صورة شكل الكتل السياسية والحكومات القادمة. أما نعم. في ظل يعني سيد الرديني هل تسمعني؟ سيد الرديني هل تسمعني؟ السياسية سيد الرديني نعم هل تسمعني؟ يعني أحاول أن يعني أن أختصر الموضوع لأني أنا في نشرة ربما لدينا يعني دقائق معدودة. بالانتقال إلى ملف الحوار العراقي الأمريكي المرتقب وسط هذا الشهر، ما قدرة العراق على تحقيق النجاح لهذا الحوار، خصوصا يعني أن هناك ملفات كبيرة شخصت على المفاوض العراقي سابقا؟ سيد الكريم، يعني المفاوضات بالتأكيد بعد ما جرى من أحداث مطار بغداد وما جرى من خرق للسيادة العراقية من قبل من يعتبر هو يعني حامل أجواء العراقية الولايات المتحدة، إذن لا شك أن سوف تكون هذه المفاوضات هي يعني مفاوضات صعبة للغاية. لكن تم ترشيح هنالك أكثر من 20 شخصية للتفاوض مع الولايات المتحدة في عملية التكييف حول وجود القوات الأجنبية وخاصة القوات الأمريكية للمرحلة القادمة، كذلك ليس فقط على المستوى التواجد العسكري وإنما موضوع الاقتصاد ويعني المفاوضات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة فيما يخص النفط والغاز، إضافة إلى سياسة العراق للمرحلة القادمة. أنا أعتقد يعني أمريكا ليس طرفا سهلا، لكن نعول على المفاوض العراقي. سبق وأن كانت لدينا مفاوضات، أنا أعتقد مفاوضات كانت في 2011 كانت ناجحة لكن لم يلتزم بها الجانب الأمريكي وعادت القوات مسلحة كثيرة وبدون طلب من القوات العراقية أو من الجانب العراقي، لذلك يجب أن تكون هنالك نقاط واضحة وصريحة. يجب أن يكون المفاوض العراقي ذكي وحاذق وأن لا تفوته صغيرة. ما هي قدرة السيد الكاظمي سيد الرديني؟ لأن الولايات المتحدة ما هي قدرة السيد الكاظمي سيد الرديني؟ سيد الرديني، ما هي قدرة الكاظمي والحكومة الحالية أن تحول هذا حديثك وتحول الاتفاقات الخارجية لما فيه مصلحة للبلاد،
يعني خصوصا وأن العراق كان دائما الحلقة الأضعف والخاسر الأكبر. تمام، يعني هذا بعد يبقى على السيد الكاظمي وفريقه التفاوضي. نحن لدينا يعني في بداية المفاوضات لدينا قرار يعني ملزم من البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية. مع ذلك نحن نريد يعني لا نريد أن تخرج الولايات المتحدة هي وسفارتها ويحدث هنالك شرخ كبير، لا، نحن نريد أن نعتمد الحوار الدبلوماسي. أحسنت. الحوار اللي ينطبق على الدولتين ويعني ما تبني عليه في المستقبل من علاقات دبلوماسية مبنية على يعني الفائدة بين الطرفين. هنالك يعني منذ 2003 ولحد هذه اللحظة يعني علاقات عميقة بين العراق والولايات المتحدة، لكن ربما دخول داعش وما يعني جاء بعد داعش، وكما قلنا قبل قليل كانت هنالك خروقات كبيرة للجانب الأمريكي على الأجواء العراقية وعلى الأرض العراقية، كان هنالك خرق واضح للسيادة العراقية. يجب أن يكون هنا المفاوض العراقي حاذق ويكون حريص على وحدة العراق وسلامة العراق وأرض العراق وأجواء العراق، وأن تبقى علاقاتنا مع الولايات المتحدة يعني علاقة يعني تحكمها الأعراف الدبلوماسية بين البلدين وحسب القانون الدولي. طيب. المعمول به بين أغلب دول العالم. نعم. لا نريد أن نكون طرفا معاديا لأي جهة سواء الولايات المتحدة أو إيران. لا شك أن هنالك ضغطا على المفاوض العراقي من يجب أن يكون إيران خارج هذه الدائرة، هذا ما تريد الولايات المتحدة، سحب العراق اقتصاديا وسياسيا وعسكريا عن الجانب الإيراني. نحن لا نريد أن ندخل في محور ونخرج. نعم، هذا ما نتمناه في الحوار المرتقب. نعم، سيد الربيعي، بين واشنطن وبغداد حول هذه الملفات العدة. من بغداد يعني حدثنا بالصوت والصورة، شكرا جزيلا لك سيد عقيل الرديني عضو ائتلاف النصر، شكرا جزيلا لك انضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة، شكرا جزيلا لك.